يا صباح الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. يا جماعه الفيديو النهارده برعايه الاسدال. حاسه ان انا طالعه لكم بالجلابيه، بس احنا اكبر من كده بكتير، احنا علاقتنا اقوى من كده بكتير، اقوى من ان انا اطلع باسدال ولا اطلع بلبس خروج. احنا اكبر من كده بكتير، احنا بقالنا 4 سنين واكتر مع بعض، ربنا يخلينا لبعض. فيديو النهارده عن ميك اب بسيط جدا اخرج بيه في رمضان، وهوريكم اللبس اللي هلبسه علشان النهارده هخرج افطر بره. طبعا هيبقى في فلوج للفطار النهارده لاني مش هفطر لوحدي، هيكون معايا 2 من اليوتيوبرز وواحده صاحبتي. فلو عايزين تشوفوا الفلوج على القناه الثانيه، مش عارفه هيكون نزل قبل ده ولا هينزل بعده، بس هو هينزل على قناه مها فلوجز، فروحوا تابعوا قناه مها فلوجز علشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي بتنزل عليها. اول حاجه محتاجه ان انا اهتم ببشرتي شويه، لان زي ما احنا عارفين في الصيام بشرتنا بتبقى هلكانة شوية وشكلها زي ما انتم شايفين كده مقشفة، وما بهتمش بيها وما بشربش مية كتير. فقررت دلوقتي ان انا قبل ما اعمل الميك اب اظبطني شوية، اروق عليها شوية. فاول حاجة هستخدم الماسك شيت ده بالالوفيرا اللي هو جل الصبار، ده بيرطب البشرة وبيشدها، وده اللي انا محتاجة. فدي اول خطوة هعملها. طبعا قبلها غسلة وشي بالغسول. انصحكم بالنصيحه اللي انا عارفاها واللي المفروض اعمل بيها، بس للاسف ما بعملش بيها. المفروض ان احنا في الفتره اللي ما بين الفطار والسحور نحاول على قد ما نقدر ان احنا نشرب ميه كتير، عشان هو طول اليوم اللي ما بنشربش فيه ميه. للاسف المفروض ان احنا نعمل كده، بس انا ما بعملش كده. هسيبه بقى حوالي ربع ساعه كده على بشرتي، عشان ايه؟ انت عايش يا حبيبي، مش لازم احط اي حاجه لوش تقمص كده الشخصيه. دي كده بتنشط الدورة الدموية بتاعة البشرة وبتشد البشرة. وبعد ما شيلته غسلت وشي بالمية كده ونشفته، انت عايش. هزود بقى اللي انت عايش بان انا هرش مية ورد. اوكي، بعد كده بقى في كبسولات كده عندي من باليه، انا استخدمت 2 ونفضت الباقي. دي المفروض ان هي بتشد البشرة وتقلل التجاعيد والخطوط والكلام ده كله، المفروض ان انا اواظب عليها. المهم يعني هفضي الكبسولة، بتفضي السيروم اللي جواها. بعد كده هستخدم كريم العين بتاع باليه، هعمل مساج بسيط. دي قبل ما بستخدمها بحطها في الفريزر شويه. استنى بصيت الله، المفروض ان انا ساعه كده وهبدا بقى احط الميك اب والبس وكده، فانا ايه اريح شويه بعد كده اقوم جايه مكمله معاكم الميك اب. ترطيب الشفايف بقى، تعليقات الغريبه جدا. واحده كتبت لي عشان كنت عامله حمام زيت وكده، الزيت بيفطر يا ماما. ده انتي ماشيه بمبدا على اساس ان انا كده بسقي شعري، واهو ساعه كده واجي لكم تاني. شوفوا والله والله النص ساعه، لا انا غبت نص ساعه بس، بصوا عادي مفيش حاجه. بصوا في النص ساعه حصل ايه؟ هو كده انت بتنضفي البشره فبتقوم مطلع لك القرف اللي جوه، تقول لك طب خدي بقى حبوبه اهي بره. يلا نبدا. اول حاجه هرش ميك فيكس بلس كده، ايه انا عايزه الكثير من الترطيب نظرا لحاله الجفاف اللي من قله الميه. زي ما انتم عارفين ان انا في العادي ما بحطش فاونديشن وانا نازله، بس بما انها هتصور بقى وكده استخدم كريم هو اللي انا قلت لكم عليه كتير جدا اللي هو صن بلوك، ده اللي النهار بستخدمه يعني. ليه النهار بحطه؟ بيدي كده ايه لمعه حلوه للبشره، ترطيب طبعا. وهحط حاجه بسيطه من الفاونديشن بتاع اسنس، حاجه خفيفه كده على كل نقطه تاتشويه بالفرشه بقى بايدك. التكييف بيطرقع، استنى انا هبوظ لهم كل حاجه قبل ما امشي. هستخدم بقى كونسيلر يكون كريمي، علشان زي ما قلت لكم تحت عيني ايه وشي كله محتاج ترطيب. الكونسيلر ده من كفر جيرل اهو، وادمنك انا يعني عاوي. يخرب بيتك يخرب بيتك. حطيت نقطة تاتش بسيط جدا من الكونسيلر ده برضو كريمي بتاع تارت، درجة ميديم ناتشرال، علشان الكونسيلر التاني غامق، فحطيت ده نقطة كده عشان بس ايه افتحه شيكة. طبعا مادام حطيت كونسيلر يبقى لازم اثبته. استخدم الروز باودر دي من لورا مارسيه. بعد كده هشيل اللوز باودر بالكومباكت باودر. كل دي خطوات هتحسوها كتير، بس في الاخر الميك اب هيطلع تمبل جدا ورقيق. الباودر دي ممكن تستخدميها بسبونش مبلوله، تبقى يعني بديل للفاونديشن، بس انا مجربتهاش بصراحه كده خالص، على طول بحطها كباودر بس. بس لو عايزين ممكن اجربها معاكم في فيديو. هيجوز في النص ان احنا ندي فرشتين برده علشان ترطيب. بعد كده هرسم الحواجب. هستخدم الماسكارا بتاعت بينيفيت رقم 4.
بعد كده عايزه اوقف حواجبي شويه، فهستخدم الصابونه هرش عليها ماك فيكس بلاك، هكمل حواجبي واظبطها بالقلم بتاع بنفيت رقم 4. علشان منظر الشعر اللي تحت الحواجب الزوايد دي بتبقى مضلمه الحاجب، فبقوم عامله ايه خط كده لسه فتح من تحت الحاجب عشان الضلمه اللي تحته دي. بعد كده البلاشر. البلاشر المرحله اللي بحبها وقت ما بتكون بشرتي مبهقه، هي بتورط كده البشره وتخلي شكلها حلو. دي من البلد بتاعه تارت، باخد اللونين دول كده مع بعض او الثلاثه الى اربعه اللي انت عايزاه. نزود من ده، هاخد من الهايلايتر اللي في نفس الباليت علشان مش عايزه الهايلايتر يكون قوي قوي، فالهايلايتر بتاع ده هادي زي ما انتم شايفين كده عشان ما تبقاش الايه ما يبقاش وشي اوفر. الفيفوريت ماسكارا حقي هذه الايام ايسنس. اتقل بقى الماسكارا، يعني فاهمين انا في الميك اب ده بعتمد على ان انا اتقل رموشي لما تبقى صلعه كده. الصيام، اثر الصيام، جاي احط الماسكارا في العلبه بتاعتها ومتحطها في ايدي. بدات بقى عارفين هو جوه كده، بصوا كاني ركبت رموش، بس هي ايه لما بتقعدي تعملي كذا مره كده بتلزق الرموش في بعضها، فهجيب حاجه افرق بيها، بس بتدي فوليوم بصراحه تحفه. احط روج نوت، فهحط الدرجتين اللي بحب احطهم على بعض، درجه موكا، هحط طبقه خفيفه قوي ومن النص باللون الفاتح. وحاسه ان انا عايزه البلاشر يبقى على نود اكتر، ولسه محتاره ما بين طقمين. انا اوريدي نسقته لكم على الانستجرام، بس انا عايزه اخرج بيه بقى، يعني انا لبسته ونزلت صور على الانستجرام بس انا عايزه اخرج بيه، فمحتاره ما بينهم، فهقوم دلوقتي اشوف هلبس ايه. وده كده شكلي ماك فيكس بلاستيك، تعالوا اوريكم هلبس ايه. تارا، وادي شكلي بعد ما خلصت. قوم دلوقتي على المرايه اوريكم انا لابسه ايه، واكلمكم عن تفاصيل الاوتفيت اللي انا لابساه. عايزه اوريكم الاول شكل الميك اب اهو مع الطرحه السوداء اللي انا لبستها. ميك اب بصوا هادي جدا، وطبعا اخترت لون قريب من لوني الشفايف عشان ما يبقاش المنظر إيه. وبس كده، تعالوا بقى اوريكم انا لابسه ايه. اوكي، وجيت لكم اهو، تعالوا بقى اوريكم اللي انا لابساه واكلمكم عنه. ده شكله اهو. اول حاجه الكارديجان ده اكيد شفتوا التنسيقات اللي انا كنت منزلها على الانستجرام، فلو مش متابعاني على الانستجرام فده الكارديجان حسيت ان هو اكتر حاجه مناسبه، لانه يعني تقريبا الوحيد اللي عندي طوله لغايه كده لغايه الارض، مناسب يعني شكله يدي عبايه وانا ما عنديش عبايه، حسيت ان هو مناسب. ولبست تحته تي شيرت كده، ده جل بكم علشان بتاع ده كم واسع، فطبعا دراعي هيبان. والبنطلون ده كان من شي ان برضو، لو فاكرين اخر فيديو لشي ان في بنطلون وريته لكم اللي هو ده، وقعدت اقول لكم من الجنب شكله غريب، يعني كان الجنب عامل كده، فوديته الخياطه وظبطته، خليتها شالت لي الجزء اللي كان هنا الزياده. ده شكله. والصندل الشفاف ده كعبه مريح جدا، برضو كان من شي ان. ولبست السلسله دي بحبها قوي، كنت جايبها من شي ان، هتلاقوني بلبسها كتير. ولبست عليهم الطرحه السوداء دي شيفون، تحته البندانة اللي هي السوري، وبس كده. الشنطه، ودي الشنطه اللي هلبسها، دي كانت من كلاب الدو تقريبا، وبس. وبس كده، ما تنسوش تروحوا تتفرجوا على الفلوج، مش عارفه هو هينزل بعد ده ولا قبل ده، بس عامه روحوا تابعوا القناه الثانيه اللي اسمها فلوجز، واتفرجوا على الفلوج اللي هيبقى فيه معايا نرمين دعاء واسراء. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد، هنزل انا بقى دلوقتي. باي باي.